معنا الأخت نهال. أهلا وسهلا أخت نهال، أنت معنا على الهواء. سلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار، برحب بحضرتك وبالدكتور فايز، وشكرا جزيلا من القلب على كل كلمة وكل تعليم وكل تفسير قدمته لنا بخصوص موضوع الذبيحة والإثباتات والبراهين إن كل ذبائح العهد القديم كانت رمزا واضحا للرب يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة. ده رائع جدا، وأنا بتفق معاكم كمشاهدة مسيحية 100%. لكن معلش سامحوني، أنا كنت بتكلم مع صديقتي المسلمة اللي بحبها جدا، وتقريبا قلت لها نفس الكلام ده، فكان ردها عبارة عن تساؤلات أرجو إن حضراتكم تجاوبوا عليها، فأنا هتكلم بلسانها وهتقمش شخصيتها. تمام. أولا، لو كانت الذبيحة هي هامة جدا لموضوع الخلاص، وأنا مقتنعة بأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم فديناه بذبح عظيم، لكن أنا كمان في ديني لا أقبل أن يسوع كما تقولون هو الله الظاهر في الجسد أنه يموت ذبيحة، يعني يموت. هل الله يموت يا عالم؟ وكمان لو أنا هقدم ذبيحة حيوانية مثل الخرفان في عيد الأضحى، وبكده أكون تممت ما أوصاني به ديني، فهل أنا كده في خطر حسب كلامكم؟ وهل الله أساساً بيصر بالدماء؟ هل هو إله سادي؟ وثانياً وآخر حاجة، لو الموضوع هام وخطير جداً كما تزعمون، أنا هتفق مع حضراتكم، بس الله سبحانه وتعالى المسلمين زي المسيحيين بالنسبة له، لأنه لا يميز بين عباده. طب ليه قال لكم أنتم في كتابكم المقدس هذا الموضوع ولم يذكره في كتابي الذي أعتبره أيضا من عند الله؟ بل أنه يتهمني بأني كفرة ومشركة بالله لو أنا اعترفت بالذبيحة بالفكر اللي حضراتكم قلتوا عليه. أهذا عدل من عند الله؟ فمن فضلكم فسروا لي والرب يبارككم. ربنا يباركك أخت نهال. سؤال كتير كتير حلو. يعني فهمت السؤال؟ نعم. الله بيطالب بذبيحة، والذبيحة لا يكفي أن تكون حيوانا، لأن الحيوان لا يمكن أنه يبدي إنسان، والذبح العظيم الكلمة عظيم لا يمكن تنطبق على ذبيحة حيوانية، لأن كلمة العظمة دي صفة من صفات الله. فإذا كان واحدة من أسماء الله، واحدة من أسماء الله، فالله بيطالب بذبيحة، وهو في نعمته هيقدم الذبيحة، وشروط الذبيحة متوفرة في المسيح، وهو مش بيطالب الإنسان يقدمها، هو اللي هيقدمها، وكل اللي مطلوب مني أنه أؤمن بكفاية هذه الذبيحة. إيه الصعوبة في الأمر؟ مطلوب إيه عشان أقول يا رب أنت مت من أجلي؟ إيه الصعوبة؟ هل ده أنا اللي يعني بشعر بالجميل والعرفان طبعاً. والشكر أنه في شخص طبعاً. أخذ مكاني وعقابي ومات بديل عني وكفر عن خطاياي. إيه الصعوبة؟ إيه المطلوب من الإنسان عشان يؤمن بالمسيح مخلصاً وفدياً؟ أدفع فلوس؟ أسيب أهلي؟ أسيب ديني؟ أعمل إيه؟ مش مطلوب أي حاجة، مطلوب أؤمن بكفاية شخص المسيح. وأنا بصراحة بصراحة أتحدى إن أي شخص يقعد في محضر الله يكون فير، ويعني بيدور على الرب، مش بيجادل أو بيناقش أو ليه أجندة، يقعد في محضر ربنا ويقول له هو ده الكلام ده يدخل عقل، الكلام ده يتفق، أنت يا عالي يا كبير تقبل اللي بيقوله الله إن الله يجي يتجسد ويموت، أنت ده صحيح؟ وكل واحد يسأل ربنا، الفكرة كبيرة، الطريق رسمه ربنا، بس الفكرة فوق إدراك. هو من إمتى أمور الله يمكن إدراكها بعقل محدود؟ أنا بقبلها بالإيمان، وبعد ما أقبلها بالإيمان بكتشف إنها عين العقل، عين العقل. الذبيحة شروطها كذا كذا، منطقية على فكرة، إنه مش غير منطقي، منطقية منطقية جدا. تمام. ولكن كوني لا أفهمها هذا لا يناقض، يعني أنا محدود، ولكن هذا لا يناقض الله لأنه فوق العقل. بالإيمان نفهم طبعا. الإيمان إن أنا صدق ربنا طبعا. لكن لما أؤمن بكلام الله وجيله هكتشف إن ده عين العقل، منطقي جدا. كيف يفي المحدود بخطية غير محدودة؟ إحنا عايزين شخص له طبيعة غير محدودة وقيمة غير محدودة عشان يقوم بعمل يرضى الله
وتكون له نتائج غير محدودة تكفي العالم كله. إيه البديل عن اللي بتقدمه المسيحية؟ قولوا لنا البديل. هو ما فيش بديل بصراحة، لأنه الله ما عندوش دين، عنده طريق واحد، وهذا ما دائما نتكلم عنه من خلال هذه الحلقة، مع كل احترامي ومع كل محبتي. يعني حتى التلاميذ، يعني بطرس لم يفهم قصد يسوع من الصليب، حاول يمنع المسيح من الصلب، المسيح ما قال له انت مش فاهم علي يا بطرس، هو اصله لا 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 اذهب عني يا شيطان. حتى في بستان جتسماني بطرس لم يدرك، تلميذي عمواس كنا نرجو انه مزمع ان يفدي اسرائيل. فابتدى الرب يسوع مع انه يعني امامهم قام بالجسد، ولكن ابتدى يشرح من الكتاب المقدس، من التناخ، من التوراة، من الأنبياء، من المزامير. ده التقسيم في العهد القديم. فكل الكتاب مثل ما ذكرنا، سواء قبل الأزل وفي الزمن وعبر كل الزمن من خلال الأنبياء العديدون، كله بركز على موضوع الذبيحة. وحتى في العهد الجديد لما الملاك كلم مريم ويوسف كمان، يدعى اسمه يسوع، يشوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وحتى يعني النبوات عند ميلاد المسيح من سمعان الشيخ، من زكريا، من وهكذا، يعني بتشوف انه يعني كله بالتسلسل. المسيح رموز نبوات، يعني كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع من الانسان. الحق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. يعني مرة تلو الأخرى، وكيف يستطيع دم تيوس وعجول أنه يرفع أثر خطية؟ ما ينفعش.